يعني في كل ما يتعلق باستخدام الاقتصاد كأداة من قبل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ سياسات أخرى معينة لا تتعلق في الاقتصاد، يعني حتى لو أخذنا مما تحدث به دكتور وائل كريم مسألة تأخير عجلة التقدم اقتصاديا، التجهيل أيضا، التجهيل الوطني كذلك للمجتمع العربي الفلسطيني، بنظرك كيف من الممكن توصيف هذه الحالة، استخدام الاقتصاد لتنفيذ أجندات سياسية؟ يعني حاولت الحكومة على مدى عشرات السنوات أن يعني تخضع المجتمع العربي لأيديولوجيا يعني صهيونية الدولة، ويجب الانصياع لي يعني منذ فترة الحكم العسكري أيضا بدأت هذه السياسات، السيطرة الاقتصادية على المجتمع العربي من أجل إخضاعه لسياسة ليس بالإقناع إنما بالقوة، فلم تمنح أي مساحات لبناء مناطق صناعية، وحتى اليوم نرى ذلك يستمر مثلا كمثال في موضوع الأرنونة، الضريبة المجلس المحلي، لا يوجد أي مساحات يعني هامة لدى القرى العربية أو المدن العربية لجبي هذه الضريبة التي يتمتع بها عادة القرى أو المدن اليهودية. حتى التقسيم نفسه هناك فيه سياسة، يعني تقسيم المناطق النفوذ فيه نوع من التحكم السياسي، ونسمع يعني الكثير من القصص ربما يعني ليس بشكل عني ولكن نعرفها، أن الحكومة يعني تهدد رؤساء المجالس إذا لم تنصاعوا إلينا سوف تخضعون لسياسة اقتصادية قاسية ولن تمنحوا أي إضافة يعني أخرى. أنا أعرف مثلا أو حتى اقتطاع ميزانيات معينة كالذي حصل مع وزير المالية. صحيح، يعني أنا أعرف في قصة يعني من بلدتي كان هناك موافقة أساسية على منح 100 دونم لإضافة لمنطقة صناعية، ولكن الوزير الدرعي اشترط أمام بعض الأشخاص أن عليكم التصويت للشاس وإلا لن أوافق على ذلك. أنا أعرف هذه القصة شخصية يعني.